كويس. ففي الفورورد فلو بيكون هناك سهولة ان انت بتعمل برايس. الريفرس لا، الموضوع مش سهل. ليه؟ ده منتج مستعمل. طب هو مستعمل قد ايه؟ طب هو حالته عامله ازاي؟ طب هو انت هتضمنه لمده قد ايه؟ هنا السولفج فاليو دي بتبقى عمليه معقده، وعمليه فيها شيء الحقيقه من الصعوبه، مش سهل ان احنا نحدد سعر الايه البيع، خاصه لو المنتج ده مر عليه سنين. يعني ايه مر عليه سنين؟ يعني مثلا انت جاي النهارده عايز تبيع ايفون مستعمل، ايفون 3 مستعمل. طب ده مين اللي هيعرف يسعره؟ ده هو كمان اوت ديتد. انا لميت شويه كمبيوترز ولا شويه موبايل، شويه خلينا في شويه موبايلات، لميت شويه موبايلات مش عارف ايه، طلع مثلا عندي 20 موبايل ايفون 3، دول ممكن ما اعرفش ابيعهم اصلا. السالفج فاليو بتاعته تصل الى الصفر. فهنا انا مش هقدر اعمل ريسيل، انا لازم افكر في حاجه ثانيه. فزي ما احنا شايفين ده تشالنج. وبعدين ايه؟ هو اللي بيبيع لك مثلا هم الكميه دي على بعضها شويه ايفونات من اول 7 لحد 1، اشتري كده لوت على بعض. وساعات ساعات انت ما بتقدرش تفرز. يعني ايه ما بتقدرش تفرز؟ هم هتاخد الكراتين دي كده على بعضها وروح انت فرزها عندك في بلدك. يعني انت لو بتشتريها مثلا من بلد في اوروبا ولا مش عارف ايه، هو عاده بيبقى كده، قال لك حط سعر في شويه الكراتين دي هنبيعها لك بالكيلو. يعني مثلا في الحاجات اللي فيها فاشن زي الملابس مثلا، الحاجات الاوديتد في الفاشن يقول لك انا هبيعها لك بالكيلو انت وحظ، انا ما اعرفش لا مقاسات كام ولا الوان ايه ولا بتاع، دي حاجات قديمه عندي وانا ايه الفاشن بتاعتها خلصت من 8 9 سنين وانا هبيعها لك ايه كده بالكيلو. هي نيو، هي مش يوزد على فكره، بس ريتيرن. ما احنا في حته في الريتيرن ما اتكلمناش عليها، احنا هنتكلم عليها ما اعتقدش نلحق يمكن النهارده، بس هنتكلم عليها اكيد يمكن، يعني لو ما لحقناش النهارده يبقى المره الجايه. في حته في الريتيرن، الريتيرن اوف نيو برودكت بات اوت ديتد. يعني مثلا على سبيل المثال نديكم اكزامبل، اديدس مثلا هو بينزل موديل مثلا للتيشيرت ولا مش عارف ايه حاجه زي، الموديل ده بيقعد يبيع فيه كام سنه؟ أربع خمس عشر، أربع لا عشر كتير، أربع خمس ست سبع سنين عمال ينتج ويبيع ينتج ويبيع، كل سنة يغير لون يغير نقشة يغير مش عارف إيه حاجات زي. يجي يبص في السبلاي تشين عنده، خلاص بقى الموديل ده انتهى، لأن هو بينزل بموديل تاني جديد. يجي يبص في السبلاي تشين عنده يلاقي مثلا من الموديل ده عنده 20,000 حتة، ما بين بقى سويتشيرت على تيشيرت على بنطلون على مش عارف ايه. طب بيعمل بيهم ايه؟ ما خلاص، ما هو الموديل ده هو عايز يسحبه من الماركت، من الريتيل اوتلتس بتاعته والريتيل الحاجات اللي هي بتتعامل معاها. يقوم لامم الكلام ده كله، الموديل ده على موديل تاني على موديل تالت على موديل رابع، ويعمل لهم باكينج في كراتين كده على بعض وبالوزن. يقول لك انا طن منتجات اديدس مثلا ب 20,000 يورو، وانت وحظك وانت وحظك. وفي شركات مخصوصه، في تجار مخصوصين بره مصر حتى مش في مصر، بيشتروا الكلام ده ويرجعوا يبيعوه، يرجعوا بقى يفرزوه ومش عارف ايه ويبيعوه. يعني في مره بالصدفه كنا في انجلترا ودخلت محل كده في مول كله حاجات سنيهات، والسعر يا 5 يا 10 يا 15 استرليني، لدرجه في محلات يوزد. يعني هو بره بيبقى في حاجات ساعات محلات يوزد. فرحت سالت الراجل قلت له هو ده يوزد ولا ديفو ولا ايه ولا اوتلت ديفو؟ قال لي لا ده اوت ديتد فاشن.
وان اوت ديتد فاشن. انت يعني في حاجات ما الفاشن بتاعتها ما تروحش قمصان مثلا، الفاشن بتاعتها ما تروحش سويت شيرتس سويترز مش عارف ايه، فتلاقي في حاجات من المنظر ده. فانت ده في انجلترا وفي مول وفي مول كبير ومش عارف ايه والكلام من ده. فده الريتيرن هو ما عرفش يعني. هو اللي انا عايز اقوله ايه في الجزئيه دي، البرودكت دي ما وصلتش للاند اوف لايف بتاعتها لسبب، لان هي حصل لها ريتيرن، هي ما وصلتش للكونسيومر، هي حصل لها ريتيرن من هنا يعني، هي ما وصلتش للكونسيومر البرودكتس از ساتش، ودي بنسميها ريتيرن برودكت. وده جزء كبير من الريفرس نتورك، ده جزء كبير من الريفرس نتورك او من الريفرس فلو، اللي هو القصه بتاعت الريتيرن ايه برودكتس. طيب فهنا حتى في الريتيرن برودكت في يعني في مشكله في السالفج فاليو، ان هو بيسعر كده كله على بعضه واللي يطلع يطلع. طبعا تيجي بعد كده عندك ايه الستوك بالانسنج ريتيرنز، ان انت تعمل ايه بالانس للستوك، ان الستوك ده يبقى مظبوط، لان انت عندك حاجات راجعه كل شويه، حاجات عماله ترجع. هنا بيتكلم على الريتيرنز اللي احنا لسه شارحينها، عشان كده انا قلت ايه اشرحها بسرعه دلوقتي. دلوقتي انت فلنفترض مثلا ان انت رحت شفت مثلا محل مثلا زي امريكان ايجل، شفت تيشيرت عجبتك اشتريتها، روحت البيت بتبص عليها كده ما لبستهاش ولا حاجه ما عجبتكش، عندك 14 يوم ترجع، انت رايح مرجع. طبعا عندنا في مصر بيقوم مطبقها وحطتها على الراك، الكلام ده غلط، الكلام ده المفروض ما يحصلش، لان هي قعدت فتره من الزمن مش تحت ايديه، فالمفروض ان هي بيحصل لها ريتيرن الى الديستريبيوشن سنتر، والديستريبيوشن سنتر يبتدي يفحصها فحص دقيق، وممكن ان هو يعمل لها يكويها تاني او يعمل لها دراي كليننج بشكل او باخر، ويعمل لها باكينج تاني ويرجعها، لان هي قضت فتره من الزمن خارج المحل، خارج الريتيل اوت. فما ينفعش ان انت خدتها وقستها وجربتها بعدين رجعتها وديها لواحد تاني، يعني حتى هي كده كانها اتلبست ولو لمره واحده، فازاي اديها لواحد تاني غير لما ابتدي ان انا ابص. عشان كده هم حتى بره بيبقى عنده، لو عايز تظبط السايز بتاعك بيبقى عنده حاجات للسايز يظبط لك السايز بيها، ودي محطوطه كده على جنب، وبعد كده انت ايه اللي لما تيجي تشتري يديك حاجه مقفوله عشان تبقى ضامن ان هي ايه ما راحتش لحد ايه. هنا الريتيرن ده بقى لما يجي يدخل الدي سي، ما هو كده هيتضاف على الستوك الموجود ولا هيحصل له ايه؟ فهنا الستوك بالانس هنا في شيء من الايه من المشاكل اللي بيعملها لي موضوع الريتيرنز. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الريسايكل والريوز والحاجات دي، فخلاص بقى مش ايه وهلسه هنتكلم عليهم تاني، بس هنا استخدم مصطلح تاني لل ريمانيفاكتشر او للريورك اللي احنا بنسميه ريفيربشنج. ريفيربشنج الكومن يوز بتاع المصطلح ده، انت تيجي مثلا تشتري كمبيوتر او حاجه من على امازون بالذات الحاجات الالكترونيك، تلاقي مثلا يقول لك سعر الكمبيوتر مثلا 800 دولار، وتلاقي حاطط لك كمبيوتر ريفيربش نفس المواصفات نفسه كل حاجه مش عارف ايه يقول لك 300 دولار. الريفيربش هو ان الكمبيوتر نزل الماركت وفي كونسيومر اشتراه، وبعد ما اشتراه طلع فيه عيب صناعه، طلع فيه عيب صناعه فرجع الكمبيوتر، وبعد ما رجع الكمبيوتر احنا الشركه لمت مجموعه الكمبيوترز اللي رجعت دي وصلحتها، صلحت عيب الصناعه اللي موجود ورجعت تبيعها تاني.
طب طالما هي صلحتها ما بتبيعهاش على انها نيو ليه؟ يقول لك لا، الكمبيوتر ده از ريبيرد، الريفربشنج هو سام سورت اوف ريبير. الكمبيوتر ده يقول لك ايه؟ اتس ريبيرد كمبيوتر، ما يصحش ان انا ابيعه زي البراند نيو. الكمبيوتر ده اتفتح زي ما بيقولوا عندنا ايه بالناس بتوع الصيانه، يقول لك الموبايل ده اتفتح خلاص، اتفتح سعره بينزل على طول، حتى لو كان ايه بتغير فيه حاجه بسيطه، الباك لايت بتاع الكمبيوتر اللاد دايه بتاعته، ما انت فكيت الشاشه وفكيت مش عارف ايه عشان تعرف توصل للباك لايت ده وتعمله. فانت في الحاله دي لا، ما ينفعش تبيعه بنفس سعر الايه الكمبيوتر الزيرو الجديد. ده معنى كلمه ريفيربشت. طبعا احنا عندنا مشكله في مصر ان 80% او اكتر كمان من النوت بوكس اللي بتتباع في مصر على انها جديده هي في واقع الامر ريفيربشت، عشان كده هي بتفرق في البرفورمانس. الريفيربشت عمره ما بيجيب البرفورمانس بتاع الايه الكمبيوتر، لان انت مش عارف العيب كان فين. يمكن العيب كان في البورده، هو صلح البورده مش غيرها. تمام. والريفيربشت يعني مثلا شركه ديل مثلا بتاعت الكمبيوترز يقول لك ايه، ديل هتلاقي الريفيربشت له 3 مصادر. ديل بتعمل ريفيربشنج لبعض الحاجات يعني في امريكا ومش عارف ايه، هي ديل بنفسها بتلم البرودكتس وتعمل لها ريفيربشنج. في شركة أعتقد في أيرلند بتعمل ريفيربشنج، سوري هم 4 جهات، في شركة في أيرلند بتعمل ريفيربشنج برضو بتلم الكمبيوترز الريتيرن. ده متفق مع الشركة، أي حاجة فيها عيب صناعة هبعتهولك وأنت صلحه وأنت بيعيه، يعني وفي سام سورت أوف أجريمنت. شركة في ماليزيا بتعمل ريفيربشنج، وشركة أعتقد في سنغافورة، أنا مش متذكر الرابعة. لما تيجي تقرا الريفيوز يقول لك طبعا الريفيربش باي ديل ده ما فيهوش مشكله غالبا، والشركه الايرلندي دي ما فيهوش مشكله، الشركه الايمانيزي دي ما فيهوش مشكله، الشركه الرابعه دي يقول لك ما حدش يشتري الريفيربش بتاعها، الريفيربش بتاعها وحش. في فرق ما بين ان هو يبقى منتج جديد زيرو وما بين ان هو يبقى منتج ايه ريفيربش. طيب تعال نشوف احنا في مصر ابتدوا يقولوا كلمة ريفيربشت على حاجات يوزد، يوزد واتباعت. يعني أنا جبت مثلا أنا مكتب ديزاين مثلا هندسي، فجبت للناس عندي نوت بوكس، بعد سنة ونص في سوفت وير جديد ممكن نستخدمه في الديزاين هيحسن حاجات كتير، بس الكمبيوترز اللي أنا جايبها بقى لها سنة دي ما تنفعش، مش هتستحمل السوفت وير، فقوم بايع الحاجات دي. طب سوفت وير كمبيوتر استخدم لمده سنه حالته كويسه بس هو مستعمل، المفروض يتباع على انه يوزد. هنا في مصر يقول لك ريفيربشت. هنا في مصر المصطلح اللي عندنا الناس بتستخدمه في مصر الحقيقه يمكن بتستخدمه بطريقه قد يكون فيها شيء في الاختلاف شويه. فده الايه المصطلح بتاع كلمه ريفيربشت. احنا مش هنستخدمه، احنا مش هنستخدمه ومش هنقول ان هو ايه في يعني ان هو المصطلح ده مش هنستخدمه. احنا عندنا مصطلحات الساينتفك اكتر اللي هي ري مانيفاكتشرنج او ري وورك او ريبير، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم ونستخدمهم. حد عنده سؤال؟ الهازردس لا يا دكتور كله تمام. الهازردس ماتيريال ديسبوزل، الهازردس ماتيريال ديسبوزل الحقيقه برضو من الحاجات المهمه. احنا قلنا مثلا المره اللي فاتت القصه بتاعت ال ال حصل في الحاجات النفايات اللي كانت اترمت دي وناس فولت عيوا منها، فدي لا في كيسز كتيره من الهازاردس ماتيريال ديسبوزل دي لازم ان احنا ناخد بالنا منها، ما ينفعش ان احنا ايه نتهاون. لو احنا بنشتغل في حاجه فيها هازاردس ماتيريال لازم ان احنا
نراعي الشروط تماما بتاعت الديسبوزيشن بتاعت الهازردس ماتيريال. طيب تعال نشوف هنا بقى عايزين نقول ايه. هنا الحقيقه السلايد دي بيتكلم فيها على حاجات كتير قوي. اهم حاجه بالنسبه لي هو هنا اتكلم فوق على ال قال لك ان اللي بيحصل في الريفرس هنا ده الريفرس فلو ده البروسيسز بتاعت الايه يعني هنا المفروض دي البروسيسز بتاعت الريفرس لوجيستكس. طيب قال لك بص هو قسمهم لثلاث مراحل. قال لك مرحله سماها كاستمر انتر اكشن، مرحله سماها ترانسبورتيشن اند بوزيشننج، مرحله سماها فاليو ريديمشن. فاليو ريديمشن دي هي سوري الفاليو ريديمشن دي هي الفاليو هي الفاليو ريكفري. انت هتستعيد الايه الفاليو بتاعتك. طيب تعال نشوف. قال لك اول مرحله انت بتتعامل مع الكاستمر وبتعمل ما نسميه ريتريفل استعاده، او ساعات بنسميه ريكابشر. هو ده المصطلح اللي يمكن هنتكلم عليه اكتر، ان احنا بنعمل ريكابشر للبرودكت. طب انت هتعمل ريكابشر للبرودكت ازاي؟ ان انت بتاخد البرودكت مثلا لو بايظ فده بنسميه فيدباك، لو في مشكله فده فيدباك. تريد ان، ودي من اشهر الحاجات. تريد ان يعني ايه؟ هات البرودكت القديم اللي معاك وانا هديك الجديد واحسب لك الفرق، فده بنسميه تريد ان. كويس، هات العربيه القديمه اللي معاك وانا هديك عربيه جديده واحسب لك الفرق، هات الموبايل القديم اللي معاك وانا هحسب لك الفرق. كويس، فده من الحاجات الايه الطرق. او الاب سيلز. اب سيلز يعني ايه؟ انا هشتري بقى. خلي بالك احنا في عمليات الشراء هنا هي مش عمليات، ساعات ما بتبقاش عمليات تقليديه. ليه؟ لان احنا بنقول المفروض وده للاسف مش موجود قوي في مصر، ان الريتيرن بيحصل لان الكونسيومر عايز يعمل ريتيرن، هو اللي بيدور على حد ياخد منه الحاجه. كويس، فعشان كده بره عشان يشجعوهم مثلا يعملوا ايه؟ شوف بقى بيفكروا ازاي. انا هقول تو اكزامبلز. يجي يحط لك مكنه كده على باب السوبر ماركت، كويس، ويقول لك حط الازايز البلاستيك بتاعتك في المكنه دي. تخيل مثلا كده قال لك حط الازايز البلاستيك هنا وكل ازازه هتنزل لك ربع جنيه مثلا، كل ازازه هتنزل لك 10 سنت. تلاقي بيحصل ايه؟ تلاقي الاطفال الصغيرين جايين بشنط مليانها ازايز وعمالين يحط الازايز يحط الازايز يحط الازايز، يحط له مثلا 20 30 ازازه. ال 20 30 ازازه دي ممكن ينزلوا له ما يعادل 3 4 جنيه مثلا، يدخل السوبر ماركت يشتري شوكولاته، يشتري مصاص، يشتري. هما فاهمين اللعب. وخلي بالك ده هو ممكن يعني ده هو انا عايز اخلص من الازايز دي، هو عمل لي حاجه تشجع لي بحيث يسهل انه يجمعها، يجمع الازاز البلاستيك بسهوله. ده رقم واحد. رقم اتنين، تلاحظ ان الفاليو صغيره جدا، فانت لو راجل كبير ممكن ما تهتمش. يعني انا هفضل شايل واروح واقف 10 دقائق قدام البتاع عمال احط ازازه عشان في الاخر ينزل لي 3 4 جنيه. لكن هو لا، الطفل بالنسبه له نو some sort of game، يعني لعبه ان هو عمال يعمل كده وفي الاخر بياخد برايز ان هو اخد شوكولاتايه ولا مصاصايه ولا مش عارف ايه. فالطفل بيتولد عنده من صغره، هو ده الاهم على فكره بالنسبه لهم. لما تناقش مع الناس هناك تلاقي ده الاهم، فهم ان الريسايكلينج ده حاجه كويسه ولازم تحصل. فهو اللي بيبتدي يعمل الايه مثل هذا الكلام.
فيجي ال وهو بيعمل بقى الكلام ده، ممكن مثلا يقول لك لا طب انا مش هنزل لك فلوس، مثلا هنزل لك هعمل ديل مثلا مع شركه زي فودافون، هنزل لك بوينتس او كروت شحن لفودافون، كل ما تعمل مش عارف ايه هنزل لك مثلا شحن ب 5 جنيه، كارت شحن ب 2 جنيه، كارت شحن، وانا فودافون از سبونسرنج الموضوع، ديسكاونت كود على اوبر مثلا. في ناس في مصر فكرت تعمل كده، يعني في ناس في مصر وفعلا كانت ابتدت تتحط في بعض الاماكن، بس المكان ما كانش كويس، فكان بيعطل كتير ويبوظ كتير ومش عارف ايه، فالموضوع فشل. لكن الناس كانت في اقبال في الاول على القصه دي، انت تحط شويه ازايز بلاستيك ومش عارف ايه وينزل لك كود كود خصم في اوبر، واوبر از سبونسر، فهو انا بلم الحاجه وما دفعتش فلوس عليها، لا ده السبونسر هو اللي ايه اللي دفع. فالريكابشرينج هنا فيه افكار كتير، وهنتكلم طبعا عن ايه بالايه بالتفصيل لما نيجي وقت. طيب تيجي تبص بعد كده بقى عندك الترانسبورتيشن اند بوزيشننج، لازم ان انت بتيجي تعمل ترانسبورت للحاجات دي، ففي خطوات معينه تعمل ترانسبورت وبتتحمل طبعا ايه ترانسبورت كوست. الترانسبورت هتروح لمكان ما، خلي بالك بقى نعمله بلون تاني، المكان ده عادة هو اللي هيحصل فيه شوية الاكتيفيتيز دي. ايه ده؟ لا سوري انا اسف، انا عايز اخد الرسالة. كويس، هو غالبا هيحصل فيه شوية الاكتيفيتيز دي، هذا الايه المكان. طب ايه بقى المكان ده؟ ايه الاكتيفيتيز دي؟ اي حاجه جايه من التراك لازم يحصل لها ريسيفنج الاول، ايا كان شكلها عامل ازاي، يعني انا بيقول لك اشكال مختلفه. في خطوه هي غايه في الاهميه، الانسبكشن. انت لميت حاجات كتير من الماركت، لازم حد يعمل لها انسبكشن. يقول لك اه ده بايظ، ده سليم، ده ممكن نعمل له ريسيل، ده بايظ خالص لازم يروح يتعمل له ريسايكل، ده ممكن يتعمل له ريبير، ده يتعمل له ريورك، ده يتعمل. فهنا ده الانسبكشن ده هو اللي هيعمل الموضوع ده، ودي واحده من اهم الستيجز في الريفرس فلو، ان انت تضمن ان الانسبكشن ده بيحصل وشغال ايه تمام ومفهوش وان بيقدر يعمل الفانكشن بتاعته ان هو يعمل السكريننج اللي احنا ايه عايزين. فالانسبكشن هو اللي بيؤدي للسورتنج. سورتنج يعني قسم. فالسورتنج ده هو اللي نقلك للمرحله اللي بعديها اللي هو ديسبوز مانجمنت. ده هتعمل له ريسيل، ده هتعمل له ريسايكل، ده هيروح سكراب، ده هيروح ري مانيفاكشن وهكذا. والمرحله دي هي اللي فيها فاليو ريديمشن، هي اللي فيها ايه فاليو ريكفري. فادي الايه الخطوات اللي موجوده في الريفرس. طبعا الفلو عندي هو is a reverse flow، صحيح احنا رسمينه بالمنظر ده بس هو is a reverse flow. الانفورميشن فلو عندي بيكون في رايح وراجع، يعني انا باخد لازم انفورميشن هنا انا لميت كام، وهنا الحلاك اللي بتتلم ايه وضعها ايه، كام في المية بيحصل له ريسايكل، كام في، عشان الراجل اللي بيلم هنا يبقى فاهم وهو بيشتري، لو هو هيعمل سيلز اب، لو هو هيعمل تريد ان، انا اجي اقول له انت ال 80% من الحاجات اللي انت بتلمها بنعمل لها ريسيل، فاه فممكن يعلي السعر. لكن لو جيت قلت له 80% من الحاجات اللي انت بتلمها بيحصل لها سكرابينج، لا يبقى هو هيبتدي يوطي الايه الاسعار اللي بيشتري بيها. فدايما بنلاقي ان الحركه رايحه جايه، عندنا انفنتوري كتير، قلل الريتيرن او وطي سعر الريتيرن في الحالات دي، لا ده الانفنتوري عندنا قليل، علي سعر الايه اللي انت بتشتري بيه او بتعمل ريكابشرنج بيه، زود حمله الريكابشر. فدايما بنلاقي الريفرس فلو نتورك الانفورميشن ايه رايحه جايه فيها. حد عنده سؤال؟ تمام نكمل كلام.
هنا ده شوية إحصائيات وستاتستكس عشان تعرف ما مدى أهمية الريفيرس لوجيستكس. هنا بيقول لك الريفيرس لوجيستكس كوست ان ذا يونايتد ستيتس استيميتد 4% من التوتال لوجيستكس كوست. التوتال لوجيستكس كوست الرقم ده تقريبا في 2006 47 مليار دولار. ده ايه التوتال لوجيستكس كوست 47؟ لا ده التوتال ريفيرس لوجيستكس او الريفيرس لوجيستكس كوست. هنا تكلفه الريفيرس، المصاريف اللي انا دفعتها في النقل والتخزين في الريفيرس والريكابشر او الريسايكل او الكلام من ده تمثل 47 مليار في 2006. شايف حجم الماركت اللي احنا بنشتغل فيه في امريكا؟ الريفيرس نتورك، الريفيرس نتورك بتشتغل في 47 مليار دولار. كويس، ده احد التقديرات. في تقدير تاني في 2006 لما جم يحسبوها as a percentage من التوتال جي دي بي الجروس دوميستيك برودكت في امريكا، قال لك هو يمثل 1% الريفيرس لوجيستكس. فيعني في لو هي اتحسبت بالطريقه دي بنتكلم على حوالي 132 مليار دولار. الفرق ما بين الاثنين ايه يعني؟ ليه في اختلاف؟ طبعا ده استيميت لان ما فيش الريفرس، في مشكله في الداتا جاذرنج بتاعه، انت ما بتقدرش تعرف ايه الموضوع بتاعه بدقه. هنا قال لك ان الريتيرن جودز، الريتيرن احنا قلنا الريتيرن جودز دي جزء من الريفرس، ان واحد اشتراها ورجعها. الريتيرن جودز حوالي 6% من كل الجودز اللي بتتباع، حوالي 6% من كل الجودز اللي بيحصل لها ايه مبيعات. فهنا الريتيرن جودز طبعا فيها برضو ايه كلام كتير. قال لك في الف، خلي بالك بقى الريتيرن جود كوست في 2015 بنتكلم على 246 مليار دولار، وفي العالم كله، ده في امريكا، في العالم كله بنتكلم على حوالي 600 مليار دولار. ده الجلوبال ريتيرن كوست. ليه؟ الاي بزنس والسيلز اونلاين زودت جدا الريتيرن، زودت جدا الايه الريتيرن. انت بتطلب الحاجه وانت مش شايفها، فممكن وهم عملوا لك طرق ان انت بسهوله ترجعها، بس بتدفع مثلا تكلفه شحن او بتدفع مش عارف ايه، فانت عمال تطلب وترجع تطلب وترجع، فالتكاليف اللي بتدفع في الشحن اللي والحاجه جايه لك والحاجه راجعه. قال لك الرقم ده في العالم كله يقترب من 600 مليار دولار. في امريكا الشماليه اللي هي امريكا وكندا والمكسيك حوالي 246 مليار دولار. طبعا عندنا هنا ارقام ايه حقيقه كبيره وبنسبه ايه كبيره جدا. ايه اكتر الحاجات اللي بتتباع؟ تعالوا نبص على الجدول ده واحده واحده ونشوف ايه الكلام اللي موجود في هذا الجدول. هنمسك اول ثلاثه، سوري اول اربعه، المجازين ببلشنج، المجلات والجرايد والمش عارف ايه، البوك ببلشر، البوك ديستريبيوتر، الببلشر المطابع، الديستريبيوتر اللي بيوزع الجريتنج كاردز. هتلاحظ ان الاربعه دول كلهم بيبر، ورق. اتكلم على very high rates of return، 50% في المجلات، 30% في البوكس من الببلشر، 20% للديستريبيوترز، 30 او 20% من الجريتنج كاردز. تمام؟ هتيجي بعد كده، سيبك من الايه من الكاتالوج ريتيرن، هرجع لها كمان شويه. الكترونيك ديستريبيوتر، كمبيوتر مانيفاكتشرر، سي دي روم، برينتر، كمبيوتر مانيفاكتشرر، كونسيومر الكترونكس. الحاجات اللي احنا علمنا عليها دي، سوري احنا ما علمناش على البرينترز،
الحاجات دي اللي احنا علمنا عليها دلوقتي دي، كل دي e-waste. شايف النسب بتاعتها كام؟ 10 12 10 20 25 8 5، حاجات في الايه، في الرينج ده. طيب ده اي ويست، الكترونيك ويست، كل الحاجات دي الكترونكس، دي اللي احنا سميناها الايه، الالكترونيك ويست. انا مع الالكترونيك ويست كان في دول كمان اللي هم الكمبيوتر ايه، مش عارف. تيجي تبص على دول كاتالوج، ريتيل والماس ميرشندايزرز. الكاتالوج ريتيل دول زي الناس اللي بتبيع اونلاين زمان، الـ قبل ظهور الاونلاين. الاونلاين ده ايفولفد من الكاتالوج ريتيل. كان يجي ايه، شركات يبعت لك على البيت عندك كتالوج كده تخين كده، حاجه زي كتاب تخين كده 500 600 صفحه، مليان ايه، مليان بضاعه، لبس، جزم، فرنتشر، اي حاجه، اي نوع من انواع البضاعه. يعني انا كان عندي كتالوج كده مره كنت جايبه، كان كله تولز، اللي هي مثلا زي الشواكيش والمفكات والمش عارف ايه، وبعض المكن. كتالوج تجيبه والبارت، تيجي تبص على البارت، البارت له رقم وهسيب لك نمره التليفون، تتكلم تقول لهم انا عايز البارت الفلاني خلال اسبوع بتاعي يبقى عندك على البيت. فده بنسموه كتالوج ريتيل. دول طبعا اللي تم الاستعاضة عنهم بالاونلاين. الاونلاين ريتيلرز بنسميهم ايه؟ الكترونيك ريتيلر. كان في تسمية قديمة كانوا بيسموهم اي تيلر بس ما مشيتش معاهم قوي، فابتدوا يسموهم الاي ريتيلر، الكترونيك ريتيلر. فدول اللي ايه، اللي بدأ عندهم نسب مرتجعات كبيره، لان انت بتشتري زي ما قلنا من شويه، بتشتري الحاجه وانت مش ايه، مش شايف. نفس القصه في الماس مرشندايزرز. الماس مرشندايزرز زي مثلا يطلق على زي المحلات اللي هي زي كارفور مثلا، بيبيع بكميات كبيره جدا، وول مارت في امريكا بيبيع بكميات كبيره، فهو دول الايه، الماس مرشندايزرز. فده بضاعه متنوعه ممكن تكون موجود منها ايه، حاجات كتير. نيجي نبص بقى تالت واحد اللي هو، او رابع واحد بقى اللي هو ده، ده بيتكلم على ميتال مينلي او بلاستكس، اللي هو الاوتو اندستري. واخر واحد طبعا هنا بنتكلم عليه اللي هو الهاوس هولد كيميكلز، او الكيميكلز بشكل عام، عشان دي يجب ان هي تبقى ديسبوزد ايه، بروبرلي. فمن اكتر الحاجات دول، الليسته دي من اكتر الحاجات اللي بيحصل لها ايه، ريتيرنز. فمن اكتر الحاجات اللي بيحصل لها ريتيرنز، واحد الورق، اثنين الاي ويست، ثلاثه الحاجات الماس مرشندايزرز والحاجات اللي زي كده، اربعه الميتال، خمسه الايه، البلاستيك او الكيميكالز. هما دول الكاتيجوريز اللي احنا هنركز عليهم. هنا طبعا ما حطش حاجات معينة زي البلاستيك مثلا لوحده، أو الكانز، في حاجات هنا إيه مش محطوطة. ليه؟ لأن الحاجات دي هي بتيجي من الزبالة، يعني الناس بترمي في الزبالة، فهو هنا مش حاطط الحاجات دي في الزبالة. ليه؟ لأنه هنا مينلي قصده بيتكلم على الريتيرنز، مش الحاجات اللي إحنا بن إيه، بنلمها. وهنا مينلي بيتكلم على الريتيرند parts. لكن الريتيرن بارتس برضو نسب مشابهه، ما عدا الحاجات بقى اللي هتزيد عليها، الحاجات البلاستيك والميتالز اللي بتيجي والجلاس اللي بيجي من والزباله، بنسب مشابهه هنتكلم على الايه، نفس الكاتيجوريز دول. فهنا نفس ايه، فكره الريتيرنز هتكون هي الايه موجوده. تعال نشوف. هنبتدي نتكلم على كل كاتيجوري، يعني كل كاتيجوري من دول هنتكلم عليها ايه في عجاله كده سريعه.
البابليشنج اندستري بيتكلم على الكتب والمجلات والمش عارف ايه والكلام ده. ليه دي بيحصل ريتيرن كتير؟ قال لك ما في اسباب. اول حاجه قال لك الانسولد كوبيز حوالي تمثل 28%. انت لما تدخل اي مكتبه طبعا الكلام بتاع الببليك الكلام ده تحديدا بتاع الكتب والكلام من ده بيقل دلوقتي، لان احنا بنستعيد عن الكتب الورقيه بكتب الكترونيك كلها، فهنلاقي ان الحدوته دي بتقل بس ما زالت موجوده حتى الان. لما تدخل اي مكتبه الكتاب الجديد اللي نازل بيبقى فيه منه نسخه ولا نسخ كتيره؟ بيبقى فيه منه نسخ كتيره. كويس. قال لك ان التشينز بتاعت التشينز بتاعت المكتبات دي بقى عنده مور سكوير فوتجز، عنده مساحات اكبر، فمحتاج كتب اكتر عشان يملى وعشان يعرض. قال لك ان هي دي بتامن له البروميننت ديسبلاي، يحط لك 200 كتاب كده وعامل لك بيهم شكل ومش عارف ايه وهم نفس الكتاب. طب ال 200 دول كلهم هيتباعوا؟ ممكن لا، ممكن يتباع ب 50 وال 150 تانيين يفضلوا. وخلي بالك ال 200 دول هو ما بيقرب لهمش، ده هو عمال يبيع من الكتب اللي في الكراتين او من على الشيلفز. طب ما في النهايه انت استخدمت مجموعه من الكتب عشان تعمل حركه في الديسبلاي وحركه دعائيه عشان تبيع، والكتب دي في الاخر انت بتعمل كده وانت مطمن ان انت هترجعها لدار النشر بعد كده، ودار النشر اللي هي الديستريبيوتر، ويمكن في اتفاق ما بينها وما بين المطبعه ترجعها للمطبعه الببلشنج هاوس نفسها. حتى لو فضلت مع بعض دار النشر، طب دار النشر هتعمل ايه؟ خلي بالك الكلام ده بيبقى موجود بكثره جدا بره. ليه؟ بره يقول لك في امريكا مثلا دار نشر عشان تببلش قصه مثلا اقل عدد هتطبعه 50,000 نسخه. الكلام ده كلام صح يعني، مش ارقام اي كلام. احنا هنا في مصر لا، تفكير دور النشر مختلف، لان احنا في مصر عارفين ان مبيعات الكتب مش قويه. يعني الكتاب اللي مكسر الدنيا اللي اتعمل منه كتاب قديم يمكن انتم ما تعرفوش عليه، اتعمل منه 11 ولا 15 طبعه، هو كل اللي باعه حوالي 7,000 نسخه. طبعه بتبقى 500 كتاب 300 كتاب حاجات زي ايه كده، تدخل المكتبه تلاقي كتابين ثلاثه يخلصوا يبعت يجيب تاني. هنا بيبتدي او يعني ممكن يطبع طبعا ماكسيمم 5,000 7,000 نسخه، ممكن يبتدي ب 500 و1,000 نسخه الطبعه الواحده. طبعا لا، احنا عندنا الحته دي مش موجوده قوي، لكن بره موجوده بعنف، ان هم بيقروا كتير جدا. احنا عندنا الكتاب ممكن يقعد يتباع سنتين وثلاثه، لا هم الكتاب هناك شهرين ثلاثه خلاص قدم ومحدش بيفكر يشتريه الا الكتب الكلاسيكال. يعني مثلا واحد اخذ الكاتب ده اخذ جائزه نوبل في الادب مثلا، فتلاقي لا الناس بتقعد تشتري كتبه طول العمر، زي نجيب محفوظ مثلا الناس هتقعد تشتري كتبه طول العمر. كويس. فالفكره في كده ان انت الببلشر بيدي كميات كبيره عشان يعرض ويعمل ومش عارف ايه والكلام من ده، فطبعا بيبقى عنده ريتيرن بالتالي ايه كبير. فقال لك ان هي هنا السوبر ستورز من بتاعت الكتب بتبيع حوالي 70% من الكتب اللي هي بتطلبها. زي ما قلت من شويه هو عندهم الكتب عليها شورتر لايف. طب الكلام ده كله بقى هيروح فين؟ ريتيرن يا عم. طب انا ببلشر وعمال يجي لي كتب وانا عارف ان خلاص ان اللايف سايكل بتاعتها خلص محدش هيشتريها، ودي على الريسايكل، ودي على مصانع الورق تعمل ايه؟ ريسايكلينج للكتب. فهي دي السايكل، عشان كده عندهم من الببلشنج اندستري كميه كبيره جدا من الايه؟ من الكتب بتكون موجوده. طيب انا هوريكم فيديو صغير كده، هوقف البرزنتيشن دي ونوقف الستوب شيرنج. بدي اوريكم فيديو صغير، افتحوا بس الاول، معرفش هتشوفوا هتسمعوا الصوت بقى ولا لا، هوبفلي ان انتوا تسمعوا الصوت بتاعه.
بس انا اول ما هشغل اول ما اشغل الفيديو حد يقول لي سامعين الصوت ولا، عشان لو انتم مش سامعين الصوت انا اتكلم. سامعين الصوت بتاعه ولا لا؟ لا دكتور لو سمحت مفيش صوت دكتور. طيب تعال نرجع كده ونتكلم ونوقف. هو هنا بيتكلم على الريسايكلينج بتاع الجرايد في كاونتي. كاونتي يعني زي حي في بلد في انجلترا اسمها ديفون كاونتي. فهنا قال لك ان ديفون كاونتي في 2008 و2009 ريسايكلت حوالي 33 ألف طن من الجرايد اللي ايه اللي بتتعمل. ده شكل الجرايد وهي طالعه عشان هتبتدي توزع وتتباع. طيب نرجع ايه نكمل شويه. فادي الجرايد رايحه وهتبتدي ان هي ايه، هنا دي شكل الجرايد وهي راجعه بقى. بص لم كميات قد ايه ده كل يوم. هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان حجم، انتوا عارفين ان الورق بيتعمل من البالب بتاع الشجر، فقال لك حجم ال 33 ألف طن دول يعادلوا لو كنا عملنا ورق فيرجن جديد كان هيطلع 1000 ملعب كورة غابات شجر. يعني انا عشان اعمل ال 33 ألف طن دول هقطع غابات من الشجر بمساحة 1000 ملعب كورة. أنا لو أنا متذكر صح ملعب الكورة مساحته فدانين، يعني هيقطع 2000 فدان من الغابات عشان يعمل ال 33 ألف طن. فشوف هنا عمل preserve للإنفيرومنت، حافظ على الإنفيرومنت عن طريق إن هو عمل الإيه الريسايكل. طيب هنا بقى بيتكلم إن الحاجة طبعا اهو بيلم بقى. هنا ده اللوكال كونسل عماله تلم في صناديق مخصوصه. بص شايف ويلم الصناديق ازاي عشان ياخدها. ادي اللي لم فيه ابتدى ان هو ايه يرجع الايه الورق هنا. بص بقى قال لك اول لما بيرجع لازم يحصل له صورت. احنا اتكلمنا في انسبكشن اند صورت. فهنا هو ليه بقى بيعمل سورتنج؟ قال لك ما انا ما اضمنش وهو راجع كده في حاجات ميتال دخلت فيه، في حاجات مش عارف ايه. السورتنج ده ممكن يتم يدوي وممكن يبقى في مكان بيعمل الايه السورتنج ده. في مكان هيبتدي ان هو يعمل السورتنج ده زي ما هنشوف كمان شويه. ده بقى ايه؟ ده بدايه تصنيع الورق. الخط اللي احنا شفناه ده يعني احنا لو مشينا كده هتكون خمطة. كل ده اهو راجع، كل ده بيرجع ده بقى مصنع الورق. ده مصنع الورق. المرحلة الأولانية اللي انتوا شايفينها دي في الريسايكلينج بتاعت الورق دي بسيطة جدا. بسيطة جدا ليه؟ في هذه المرحلة عاملة بالظبط زي ما يكون عندك حلة كبيرة جدا فيها مية وانت حطيت الورق ده وعمال تقلب عمال تقلب، بس طبعا عند درجة حرارة ايه عالية، يعني ضغط عالي ودرجة حرارة عالية عشان تعرف ان انت ايه تعمل. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ بيبر ميل بيل اللي هي مصنع الورق يعني. اهو فرم الورق، عمل له تشيك الاول، فعمل انسبكت وبعدين ابتدى ان هو يفرمه. خلي بالك بقى من الكلام المكتوب تحت ده عشان ايه نشوف. الورق ده عباره عن، الورق ده بيتعمل من ايه؟ من البالب. البالب ده حاجه اسمها سيلولوز فايبر. انا بعد ما نخلص الفيديو هشرح لكم ايه الحته دي بالتفصيل لانها مهمه جدا في الورق. فهو عباره عن سيلولوز فايبرز. كويس؟ طيب فهو هنا حط ورق، قال لك ساعات الورق ما بيبقاش كفايه، ما فيهوش السيلولوز فايبر الكافي، فعايز يعلي من البلب، فبيحط معاه نشارة خشب. الخشب برضو سيلولوز فايبرز، فيعلي من السيلولوز فايبرز
اللي موجودة في الريسايكل، وعمل ريسايكل لانشرت خشب، يعني ضرب عصفورين بحجر ان هو لم انشرت خشب كمان يعمل لها ريسايكلينج وعلى من الايه من الجودة بتاعت الورق. فنرجع حتة كده ونشوف هنا هو عمل الانسبكشن عشان برضو نفتكر checked for quality. هنا فرمها، هنا هنا ده الشجر بقى اللي بيتعمل منه، بيتعمل منه الورق، فقال لك طبعا مش عايزين نقطعه. بص بقى الحتة دي مهمة جدا، ودي الحتة اللي احنا عايزين نشرحها في الاخر. ده كده شكل الورق في مرحلة في النص. قال لك ان الورق ما اقدرش اعمل له ريسايكلينج اندفينيت. ليه؟ لان الفايبرز كل مره بيحصل لها ريسايكلينج بتتقطع، كل مره بيحصل لها ريسايكلينج بتتقطع، فبيبقى اضعف، فبيبقى ورق ضعيف خالص. بعد 5-6 مرات الورق ريسايكل، لما بتيجي نعمله ريسايكل ونحطه في الاول مع الميه مع الضغط العالي والحراره العاليه، الورق بيدوب في الميه، يطلع في شكل رغاوي كده. ليه؟ هنقول الكلام ده دلوقتي حالا، بس خلينا المعلومه دي مهمه، ان هو ما بقدرش تعمله ريسايكل غير 4 أو 5 مرات. قال لك هو بيحط ايه؟ وود شيب اللي هو البالب، ايه ايه ده بقى اللي طالع ده؟ ده الورق بعد ما اتخلط بميه، ورق اتحصلت فرم اتخلط بميه، اتقطع خالص واتخلط بميه وقعد يتقلب عن درجه حراره عاليه فطلع الايه الشكل ده. ده بنسميه العجينه او بيسموه في بعض مصانع الكيكه، طلعت اهي كويس. ده بتبقى ماشي سبستنس كده، بتحط بتحط عليه حاجتين بقى. هنا الماشي سبستنس دي بتبقى زي ما انتم شايفين حاجه كده طريه خالص كده، بيبقى بقى في بتعدي على مثلا حاجه فيها ماجنت، بحيث لو في حاجه فيها حديد ولا حاجه تبتدي ان هي تسحبها منها، وبعدين بيبتدي يحصل لها تتحط عليها بعض الكيميكالز. لان انتوا لو رجعنا كده بصينا الماشي سبستنس دي لونها جراي، طب انا لو عايز ورق ابيض عشان اطبع عليه، لا، فبيبتدي تحط عليها بعض الكيميكالز زي الحاجات اللي بتعمل بليتشنج عشان تشيل الاحبار وتزيلها ومش عارف ايه والكلام ده كله، ونتخلص من اي الوان موجوده في الورق. فهو ده التريتمنت الاولاني اللي بيحصل للسبستنس دي، هو ده البالب بقى. الماشي سبستنس دي هو البالب. بص بقى انا عارف ان الحته دي مش باينه قوي، شايف تحس ان في حاجه ماشيه فوق وعماله تنقط ميه، يعني هنرجع كده. ده الماشي سبستنس دي هي ده البالب. بعد كده هو عداها خلص من تخلص من لو فيها معدن او فيها حديد او فيها حاجه، واضاف كيميكالز عشان يشيل الاحبار اللي موجوده عليها. هنا بقى الحته دي هتلاقي ان ايه ان هي دي بقى بعد ما ابتدى يحصل لها دراي، يعني ابتدينا ان احنا الماش سبستنس دي بطريقه ما ابتدينا ان احنا نجففها، وشايف عماله تنقط ميه، عمالين نعصر فيها، يعني احد الطرق ان احنا بنعصر فيها اهو، شايف الميه عماله تنزل، وهي ده اللي ماشي فوق ده هو الورق. خلاص الورق هنا بقى ابتدى يطلع، تلاقي الورق هنا ايه طبعا السرعه عاليه، شايف الشيت هنا والشيت ابتدى يحصل له رولينج اهو، ادي الشيت اهو وعمال يتسخن عشان يطلع منه اي ميه، ادي الشيت اهو طلع، وبص كل ده عمال بيسخنه عشان يطلع منه الرطوبه والميه ويلفه، اللي خلص بيتلف ورا بعضه ورا بعضه، ادي الفينش بيبر عماله يتقطع هنا عشان هيروح وتحصل له باكينج. وبعد ما حصل له باكينج، بعد ما حصل له باكينج راح للمطابع عشان يطبع عليه الورق ويرجع يطلع تاني كجورنال. بص بقى في الحته اللي قالوها في الاخر دي، الجورنال بيطبع ويتوزع والناس تقراه ويتلم ويرجع ويتحصل له ريسايكل ويتحول ويتصنع لورق ويرجع يتطبع تاني ويتوزع في 7 أيام.
فرق ما بين الاثنين 7 أيام. شوف مدى سرعة الريفيرس، مدى سرعة الريفيرس ايه نتورك اللي موجود، ان هو في 7 أيام عارف يعمل ايه، يلم ويفرز ويصنع ويعمل ريسايكلينج ويدخله تاني في صناعة الورق ويرجعه للمطبعة ويطبع ويتوزع تاني. الفرق ده 7 أيام. طبعا هنا ايه قال لك في الاول ازاي ان هو وفر كتير جدا، وفي الاخر قال لك شفت السرعة اللي هو بيشتغل بيها. في نقطة بقى ناخد وايت بورد كده بسرعة، في نقطة مهمة هي اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها الحقيقة. الورق عبارة عن ايه؟ انت لو مسكت ورقة كده، عندك ورقة بالمنظر ده، لو مسكتها وابتديت تكبرها على الميكروسكوب بشكل ما، لو هي ورقة فيرجن هنفترض، هتلاقي ان هي ايه عبارة عن فايبرز جنب بعض لاصقة في بعضها كده. في فايبرز دي اللي بيسماها في البتاع ده قال لك اسمها سيلولوز فايبرز، وفي مادة ريزن كده طبيعي هو اللي مربط الايه السيلولوز فايبرز دول ببعض. يبقى انا عندي سيلولوز فايبر كده هنكبره اكتر، اول لما يحصل له ريسايكلينج مره انت بتعمل شريدنج، اول مرحله للورق في السلايكلينج انت بتقطعه، فلما هتقطعه السيلولوز فايبر دي هتتقطع فيطلع عندك بعد اول مره حاجه عامله كده. طب عملت ريسايكلينج تاني هتقطع تاني هيطلع عندك حاجه عامله كده، شايف الفايبر عماله تقصر، هتقطع تاني هيطلع عندك حاجه عامله كده، هتقطع تاني هيطلع عندك حاجه عامله كده، هتقطع تاني هيطلع عندك كده. فالفايبر الصغير ده بيدوب في الماء. طيب الورق الجرايد، ورق الجرايد عادة بيتعمل من ورق ريسايكلد مرة واثنين وثلاثة واربعة اللي هم دول، عشان كده تلاقي ورقة الجرنان سهل جدا ان انت تقطعها، عكس ما تجيب ورقة A4 محترمة كده تيجي تقطعها ساعات ايه لو انت مش مركز ممكن ما تقطعش معاك بسهولة. ليه؟ لان هي الورق الـ A4 عادة هو معمول من الـ A من المراحل دي، الورق اللي احنا عادة ايه بنكتب عليه معمول من المراحل دي. فعشان كده بنقول ان الورق تحديدا مع الريسايكلينج كتير بيدوب، خلاص يبتدي يدوب. عشان كده في تشيك على الكواليتي بتاعت الورق في الاول، لازم تعمل عليه تشيك في الاول الكواليتي بتاعت الورق. ليه؟ ما تجيبليش ورق كله تعبان اجي اعمل له ريسايكلينج ما لاقيهوش، ما لاقيش طلع منه بالب اصلا. فالانسبكشن اللي بيحصل في الاول ايفن حتى الورق. طب هم الورق زي ما احنا شفنا جايب كميات كبيره جدا، طب بيعملوا له الانسبكشن ده ازاي؟ بياخد عينه ومن داخل كده فاصل مثلا 5 كيلو ويفردهم، يفرزهم بقى ويشوف ده دول ورق مش عارف ايه، ده دول ورق ناس فاهمه شغلها، ده دول ورق كذا، ده يبقى ايه العينه دي مظبوطه والشغل ده تمام مظبوط. مش هيمسك ورقه ورقه يشوفها، لا هو بياخد عينة من الورق كيلو 5 كيلو على حسب الكمية اللي جاية له ويفرزهم مظبوط، دول بقى العينة دي هي اللي هتفرز ورقة ورقة ويقول في الآخر فعلا الورق ده كده ورق كويس ولا ورق ايه تعبان. حد عنده سؤال؟ اي حد عنده سؤال؟ شكرا يا دكتور. استنوا انا هنده الاسماء عشان اخد الايه الغير. استنى واحده. يوم الحد ساعة
استنى واحدة ولا اسمعي. سيف محمد أيمن. أيوه. محمد أيمن سيف الدين، أنا آسف أنا قلت اسمه غلط، أنا آسف. أحمد سالم علي. موجود دكتور. فردي. تمام. موجود. سيف الدين مدحت كان موجود. سيف الدين مدحت. دكتور سيف الدين. ماشي اوكي سيف. شريف محمد شحاتة. شريف. عبد الرحمن طارق موجود. ايوه يا دكتور. عبد الرحمن محمد حسن مش موجود، هو في الويتنج روم بس جه متاخر. علي عاشور. ايوه دكتور مهارتك. عمر طارق هيكل. عمر طارق سعد. اسف عمر طارق سعد. ايوه دكتور موجود. هو انت هيكل. ايوه كرمينيا. كرمينا. ايوه يا دكتور. كيفن جورج. ايوه دكتور. ايوه دكتور موجود. محمد اسامه. محمد اسامه. محمد خالد حلمي. محمد خالد. محمد عمرو. مريم هشام. مريم هشام. ايوه يا دكتور. مهند. مهند حسين. ميسون. نادين وليد. ريان. تمام. اوكي. ناريمان. ايه دكتور. تمام. نور محمد. نور. ايوه يا دكتور. ايوه انا. اوكي. حد ما سمعش اسمه؟ ايوه دكتور انا معادي يوم الثلاث الساعه 8:30 عشان غيرت الجدول، بس دلوقتي بقى معادي. يعني دلوقتي ده بقى معادك يعني يوم الثلاث الساعه كام؟ يوم الثلاث المفروض الساعه 8:30. 8:30. اسمك ايه يا ابني؟ يوسف. يوسف سمير. يوسف سمير. خلاص انت هتحضر هنا على طول يا يوسف مش كده؟ اوكي دكتور معلش انا كنت عاوز اغير الميعاد بتاعي بس هل ممكن؟ ما بص يعني تغيير الميعاد في الظروف بتاعت الاونلاين وكده لازم يبقى تغيير اوفيشال، يعني لازم تروح للمرشد بتاعك وقول له غير انا عايز اغير الميعاد. ما ينفعش احضر مثلا يوم الثلاث او حاجه. لا 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 لان يعني بعد كده الكلام ده هيبقى مربوط على ال ام اس بدرجاتك بحاجاتك، فعشان ما فيش حاجه تروح منك. يعني انا مثلا ممكن اعمل لكم كويز، والكويز ده بخليه على الموديل انتوا بس اللي تشوفوه، محدش تاني يقدر يشوف، فانت هتيجي تدخل على الكويز مش هتعرف تشوفه. انا مش عايز الناس تشوف حاجه في بعض وكلام من ده، فلا يعني خليه زي ما زميلك كده عمل، هو راح للمرشد وقال له انا عايز في الجدول انقل من هنا المكان ده للمكان ده. طيب. وعلى فكره انت لو رحت ما اعرفش مين بقى المرشد بتاعك، لو رحت له تروح انت عايز تنقل تروح فين؟ اي يوم تاني غير النهارده؟ يوم التلات مثلا. في التلات او الاثنين. هو في التلات ممكن تروح التلات الاولى. تمام. يعني الثلاث الاولى هم يعني في واحد نقل من الثلاث الاولى، فعلى العدد بتاع الثلاث الاولى اقل واحد، فممكن تروح الثلاث الاولى.
طيب في 10 ونص عشان عندي التلات تمانية لا ونص. 10 ونص مليان، 10 ونص في 30 طالب، ما حدش ابدا هيرضى ان انت تروح الثلاثه الثانيه. طيب في انا 30 طالب الثلاثه الثانيه. خلاص تمام، انا هظبط تمام ماشي يا ماشي. باشا، اوكي شكرا تسلم تسلم، دكتور. شكرا يا حبيبي. دكتور ايوه يا حبيبي. ماشي دكتور، انا اسف. هو ما انا دكتور كان فاتح بس هو ما اعرفش، هو ما خدش اتندنس. هو مين؟ مين؟ مهند حسين. ما مهند انا شايفه بس هو ما بيردش. ما انا مش عارف هيبقى في ايه انا يعني. بس هو يعني هو كان مصحيني حتى عشان لكتشر، فانا مش بصحكوا، عارف يمكن يعني. صحكوا ونام هو بقى. ماشي يا دكتور، خلاص ماشي اوكي، خليك العرض. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي اوكي، مع مع السلامة. السلامة.